مستوى السن في البنش عندنا مستوى يفرح. يفرح طبعا. طبعا لان في لاعبين من الناشئين من منتخب الناشئين حصل على اول العالم، وفي لاعبين من منتخب الشباب حصل على ثالث العالم. فانت النهارده شايف بكره ممكن يبقى في ايه في كره اليد. بكره في كره اليد شيء مهم، لكن مسابقات المحليه بتفرز المنتخب ده ولا الاعدادي هو اللي بيفرز المنتخبات دي؟ الاثنين. الاثنين التكامل، ما ده التخطيط. ان انت ازاي تعمل تكامل ما بين المسابقه المحليه وتدريب المنتخبات. يمكن انت تفتكر برضو انت خط التجربه دي زمان، ان زمان كان المنتخبات بتتجمع اوقات قصيره قبل البطولات على طول. ابتدى الاتحاد في التخطيط في بدايات التخطيط انه يعمل تدريب دائم او تدريب تراكمي للمنتخبات ويكلي اسبوع على طول. كل اسبوع عشان يزيد من التجانس و و و فالاثنين ما تقدرش تقول لا المسابقه المحليه لوحدها ولا الاحتكاك الدولي لوحده. لازم التكامل والتخطيط، لان الاثنين يخدموا المنتخب هو ده النتيجه بتاعته اللي احنا شايفينها.